السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غنحاول نديرو على النهاية ديال الدالة العددية، واللي كيهم الناس ديال التلاميذ ديال الأولى بكالوريا آداب، الأولى بكالوريا علوم، وحتى الناس ديال الثانية بكالوريا آداب أحرار بجميع المستويات الإشهادية، اللي عندهم مشكل في النهاية الدالة العددية. قبل ما نعرفو النهاية ناخذ واحد المثال. مثلا إلا عندي اف لي اكس مثلا تساوي اكس استثنان، هذه دالة عددية. الا خدينا مثلا دابا غناخد اكس غنعطيه مجموعة من القيم. الا مثلا عطينا الاكس واحد، وهاد اكس هذا عوضته بواحد، غتولي عندي اف لي واحد تساوي واحد واستثنان تساوي واحد. الا مثلا غنزيد نطلع، غنعطي الاكس مثلا 10، اف غنعوض اكس ب10، يعني الصورة ديال 10 هي 10 واستثنان هي 100. غنزيد نطلع مازال، نعطي الاكس مثلا 100، اف ل 100 الصورة ديال 100. ملي كنقولو اف ل 100 يعني صورة 100 بالدالة اف تساوي ها الصورة ديالها فين كتكون 100 واستثنان تساوي 10000. دونك لاحظوا معايا هنا اش كيوقع. اكس اش وقع ليه من هنا لهنا؟ غادي وكيكبر. دونك باش ما دونك لاحظوا معايا هنا اكس، ها هو هاد اكس هذا كنعوضو هنا بقيم، كنعطيه مجموعة من القيم. وباش ما كيكبر اكس، باش ما كيكبر اكس، هاد اف لي اكس هادي اللي كتساوي اكس استثنان اش كتولي؟ دونك اف لي واحد، الا كان اكس كيساوي واحد هادي كلها كتساوي واحد، الا كان اكس كيساوي 10 اف لي اكس، اف لي 10 كتساوي 100. دونك باش ما كيكبر اكس، باش ما اف لي اكس كتكبر. وفين غادا؟ الا زدنا عطينا خيام وكنكبروا اكس، عطينا مليون باش ما كنعطيو كنديروا مليون استثنان. دونك باش ما اكس كيكبر، باش ما اف لي اكس كتكبر. اذا هنا كنقولوا بان النهايه ديال اف فاش كيكبر اكس كيمشي لفين؟ كيمشي لما لا نهايه. يعني كنقولوا ان يعني كنقولوا ان عندما يؤول اكس الى ما لا نهايه فان اف لي اكس تؤول الى ما لا نهايه. دونك باش ما اكس كيكبر، باش ما اف لي اكس كتكبر. عوض ما نبقاو نكتبوا هذه الجمله هذه، كاين واحد الرمز رياضي، النهايه باللغه الفرنسيه هي لا ليميت، كناخذ دوك الثلاث حروف الاولين. دونك لا ليميت، عوض ما نكتبوا ديك الجمله كنقولوا نهايه الداله اف عندما يؤول اكس، ملي كنديروا هذا اكس هذا فين غادي يقترب اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. اف لي اكس تؤول الى ماذا؟ تؤول الى زائد ما لا نهايه. دونك ملي حنا كيطلبوا منا في الداله في شي تمرين، انا دابا كاين اللي كيفهم هذا الشيء، ولكن ملي كيمشي للتمارين كيقول لي احسب لا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا، كيقول مع راسو واش غنمشي ندير انا هذا الشيء؟ واش غنعوض اكس بواحد؟ علاش هذا عوض بواحد؟ واش انا غنعوضو بجوج؟ ولا واش هذوك الاسئله كاملين كاين الجواب ديالهم هو ان ما كنديروش حنا هذا الشيء غير باش نفهموا النهايه. اما الا قالوا لي ديريكت تحسب النهايه ديال هذا عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه، دونك كتولي عندي زائد كنعوض اكس بزائد ما لا نهايه، وزائد ما لا نهايه استثنان هي زائد ما لا نهايه. دونك زائد ما لا نهايه ما كيأثرش فيها الاس، اللي كيأثروا فيها هما الاعداد. اش من اعداد؟ اعداد سالبه، اعداد الموجبه ما كيأثروش فيها. الا عندي مثلا زائد ما لا نهايه ضربتها بجوج كتبقى زائد ما لا نهايه، ضربتها في 3 كتبقى زائد ما لا نهايه، ضربتها في مليون كتبقى زائد ما لا نهايه. شكون اللي كيأثر فيها؟ هو الا ضربتها في شي عدد سالب. الا مثلا ضربتها في ناقص جوج، كما كنعرفوا بان ناقص زائد كيعطيني ناقص، دونك كتولي ناقص ما لا نهايه. هذا هو اللي كيرد فقط الناقص ما لا نهايه. وما ننساوش واحد الحاجه اخرى اللي انا ندخلوهم في النهايه، هو فاش كنضربوا زائد ما لا نهايه في صفر، زائد ما لا نهايه نضربها في صفر. دونك الكثير والكثير كيديروا تساوي صفر، زائد ما لا نهايه في صفر غير موجوده، هو شكل غير محدد. يعني فاش شكل غير محدد،
يعني فاش مثلا انت كتحسب واحد النهايه، واحد النهايه وكتخرج لك مثلا زائد ما نهايه مضروبه في صفر وزائد ما نهايه في صفر شكل غير محدد، هنا كتحبس ما كديرش تساوي صفر، الا درتي صفر راه خطا. ولكن كاش السؤال المطروح هو واش غادي نحبس ملي مثلا كنلقى الشكل غير محدد؟ واش غنحبس؟ لا، بحال تسد عليك الباب، قلب على شي طريقه اخر باش تحل باش تلقى ديك النهايه. يعني الشكل غير محدد ما كيعنيش ان النهايه غير موجوده، انما هو خصك تقلب على تستعمل تقنيات اخرين باش تحسب هذيك النهايه، وهذا الشيء اللي غنشوفه ان شاء الله. هنا اول حاجه هي نعقلوا عليها هي هذا زائد ما نهايه في صفر شكل غير محدد، وماشي غير زائد ما نهايه، حتى ناقص ما لا نهايه. دونك غنديرو بصفه عامه ما لا نهايه، سواء كان زائد ما نهايه ولا ناقص ما لا نهايه. دونك دابا غنمشيو نصغرو اكس، ان الا بغينا نمشيو ناقص ما لا نهايه كنمشيو للاعداد السالبه، كنبقاو نصغرو اكس. يعني مثلا اكس غنخليه واحد، الا عوضت اكس بواحد غتولي اف لي واحد تساوي واحد. الا عطيت مثلا لاكس دابا غادي يكون صغير، الا عطيت لاكس صفر اف لي صفر تساوي شحال؟ صفر قوس اثنان هي صفر. الا عطيت لاكس ناقص واحد، الا عطيت لاكس ناقص واحد، ناقص واحد قوس اثنان، ما يرضي عليكم ملي كندير واحد العدد قوس اثنان كيكون عدد موجب، والاستثنان كيعطيكم عدد موجب في مجموعه الاعداد الحقيقيه. يعني ما هذه ما يمكنش تقول مثلا كاين كيدير تساوي ناقص واحد والاستثنان وكتساوي ناقص واحد، كديروا ناقص واحد الكل والاستثنان، لان كنعوض اكس بناقص واحد هي واحد، لان الاستثنان شنو هو؟ ناقص واحد في ناقص واحد، وناقص في ناقص كيعطيني زائد. ثم اف لناقص جوج نعوض اكس مثلا ونعوضو بشي عدد كاع صغار، نعوضو مثلا بناقص 100، ناقص 100 ممكن ناقص 100 الكل اس 2 ناقص عاوتاني اس 2 غيعطينا زائد، و100 اس 2 هي 10000. الى درنا اف لناقص 1000 ناقص اس 2 عاوتاني غيعطينا زائد، و1000 اس 2 هي دونك ناقص 1000 اس 2 هي مليون. دونك هنايا غادي نحبس باش ما كنعطي الاكس دونك من صفر، باش ما اكس غادي كيصغر، يعني ناقص واحد ناقص واحد صغر من صفر، وناقص 100 صغر من ناقص واحد، باش ما اكس كيصغر. يعني اكس فين غادي؟ ناقص 1000 ناقص مليون فين غادي؟ غادي ناقص مالنا، يعني كنصغرو اكس يؤول. دونك دابا عرفنا شنو هي هادي لا ليميت ديال اف لي اكس، ملي اكس كيصغر كيمشي لناقص مالنا، ملي اكس كيمشي لناقص مالنا هيا اف لي اكس اش كيوقع ليها الصوره ديالو؟ هنا واحد، هنا 100000، هنا مليون، واش كتصغر؟ لا كتكبر. فين غادا؟ 100000 مليون مليار غادا زائد ما لا نهايه. دونك اف لي اكس تساوي زائد ما لا نهايه. دونك هنا عاوتاني واش غنبقاو نديرو هاد لي زيتاب هادي باش نحسب؟ الا قال لي احسب الصوره ديال اف لي لا ليميت نهايه الداله اف عندما يؤول اكس ناقص ما لا نهايه، لا عندي اكس اس 2، علاش عطاتني زائد ما لا نهايه؟ لان اكس اس 2 الى عوض اكس بناقص ما لا نهايه غتكون عندي ناقص ما لا نهايه اس 2، ناقص ما لا نهايه اس 2 هي ناقص ما لا نهايه مضروبه في ناقص ما لا نهايه، وناقص في ناقص زائد هي زائد ما لا نهايه. كيكون الاس زوجي، يعني مثلا اس 2 اس 4 اس 6 اس 8 ديما الازواج كيعطينا زائد ناقص ما لا نهايه كيعطينا زائد ما لا نهايه. دونك هنا عاوتاني ناقص ما لا نهايه يعني كيأثرو فيه الاعداد السالبه. الا ضربت مثلا ناقص ما لا نهايه في جوج كيما ضربت زائد ما لا نهايه ما غيتغير حتى شي حاجه، كتبقى ناقص ما لا نهايه. امتى كتغير؟ هو الا ضربتها مثلا في ناقص جوج، ضربتها في عدد سالب ناقص مع ناقص كيعطيني زائد، وكتعطيني زائد ما لا نهايه. دونك كتعطيني زائد ما لا نهايه. دونك هادو حوايج كلهم كيعاونوني في النهايه. وما ننساوش حتى ناقص ما لا نهايه بحال هذا زائد ما لا نهايه ما كنضربوهاش في الصفر، الا ضربات في الصفر كتعطينا شكل غير محدد. هنا غناخذ واحد المثال اخر هو اف لي اكس تساوي واحد على اكس اس 2، نبدا ندير ديك الطريقه حتى هي باش كنستنتجو مجموعه من الخاصيات. ملي مثلا كنعطيو الاكس قيم كنكبرو، مثلا اكس الا كان اكس يساوي واحد
اف لي واحد اشنو هي؟ كنعوض اكس هنا بواحد، هي واحد على واحد اس اثنان هي واحد، حيت واحد على واحد هي واحد. الى عطيت الاكس مثلا 10، يعني اف لي 10 غادي وكنكبر اكس، اف لي 10 غنعوض هنا اكس ب 10، هي واحد على 10 اس اثنان هي واحد على 100، حيت 10 اس اثنان هي 10 في 10 ماشي 10 في 2، حيت كاين اللي كيغلط كيدير 10 بجوج، هي 10 في 10 العدد كنضربوه في نفسه عدد المرات اللي عندنا هنا ان. واحد على 100 شنو غتعطينا؟ هي 0 فاصله، الى حسبناها بالاله الحاسبه غنلقاوها 0 فاصله 0 1. دونك بلا ما نزيد مازال، باش ما كيكبر اكس غير من هنا لهنا، من 1 ل 0 فاصله 0 1 اش وقع الاف؟ غادي كتنزل فين غادا؟ الى زدت مثلا، الى زدنا اف ل 100 غتعطينا 0 فاصله 0 0 0 1 0 فاصله، يعني فين كتقرب؟ كتقرب نحو باش تساوي الصفر، يعني باش ما كيكبر اكس باش ما اف ل اكس كتمشي للصفر. غنقولوا بان نهايه الداله اف ل اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كتساوي صفر. اذا عاود ثاني ملي كيعطيوني النهايه بحال هادي ما كنمشيش عاوتاني ندير هاد لي ستاب هادي، اش كندير؟ هنا غنعوض اكس زائد ما نهايه واحد على زائد ما نهايه، اش كيعطيني؟ بحال قسمت مثلا واحد الخبزه، غير الا قسمتها على 200 واحد ولا 300 واحد راه ما غيجيهم والو تقريبا، غيقرب يشد شويه لواحد، يعني باش ما كيكبروا الناس اللي كنقسم عليهم باش ما كيساوي كيقتربوا باش ما يشدوا حتى شي حاجه. دونك يؤول الى الصفر، يعني اي عدد كنقسمو على ما لا نهايه كيعطينا صفر. حتى هي غنزيدوها على داك الشكل غير محدد، ملي كتخرج ليك الانفيني على الانفيني، هذا ما كيساويش الانفيني وما كيساويش واحد وما كيساوي حتى حاجه، هو شكل غير محدد. دونك شكل غير محدد، دونك حتى هذا ما كاينش. دونك دابا دوزنا جوج الاشكال المحدده غير محدده، بقاو لنا جوج اخرين حيت هما اربعه، بقاو لنا جوج اخرين باش ما نطولش عليكم ونديرهم فيديو اخر ان شاء الله. دونك الى عجبكم دائما الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.